اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جئت اليكم هذه الليله المباركه الشريفه لاقدم لكم قراءه مولود الرسول في هذه الليله المباركه. وقد حضرت في هذه المحضر الشريف لحكومه الكويت الشريفه، وقد ابتديت في هذه الليله الشريفه المباركه، وهذه قراءتي اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم عليه. الحمد لله الذي أجرى على من حمده أجرى، وعلى في حجب جبروت عظمته قهرا. الباغي بعد فناء خلقه إجلالا وكبرا، حير في مدى قدرته فهما وعلما وحلما وفكرا. فالملك والفلك والخلائق لا يعصون له أمرا. ينظر الذرة في حندس الليل البهيم، وقد مد الظلام سترا. قدر الأيام بحكمته فجعلها عاما وشهرا، وفضل بعضها على بعض في سابق علمه، وجعل لها في اللوح المحفوظ ذكرا. وأطلع في شهر ربيع الأول بدرا، ففيه ولد النبي المصطفى والحبيب المجتبى، والتقديس سرا وجهرا. وقيل للنظام زين الجنان، وارفع عن الفردوس والقصور سترا، ففي هذه الليلة نجلو جمال صاحب المعجزات والآيات والذكرى. فجليت معاني صاحب السبع المثاني، ليلة الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول الداني. ونثر على مولده الجوهر، ورفع الله الجليل له قدرا. وجاء جبريل والملائكة عليهم السلام، فعجبوا من طلعته القمراء، ونور جبينه الأزهر ووجهه الأقمر وقرته الزهراء. وكان نوره صلى الله عليه وسلم في صلب آدم عليه السلام قد ملأ الوجود برا وبحرا. وشاهد آدم عليه السلام اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش الكريم سطرا. كانت الملائكة تقف بين يديه وتناديه، يا آدم لقد أعطيت في هذا النور العظيم ذكرا. فلما انتقل النور إلى آشيث عليه السلام، حاز من الجمال أغصن الخضراء. فلما انتقل النور إلى نوح عليه السلام، أعطي في السفينة نصرا. فلما انتقل النور إلى إدريس عليه السلام، لمع من جبينه أسطرا تقرأ. فلما انتقل النور إلى إبراهيم عليه السلام، صارت النار عليه بردا وسلام، ولم يجد لها حراء. فلما انتقل النور إلى إسماعيل عليه السلام، فلي ببركته ووجد صبرا. فلما انتقل النور إلى عدنان، نال سوددا وقطع برا. فلما انتقل النور إلى عبد المطلب، امتلأ الوجود هناء وبشرى، ورد بنوره الفيل وكسر كسرى. وأخبر سطيحا بمولده صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له نكرا. وقال ابن ذي يزن، إن هذا المولود الذي خلق الله لأجله الدنيا والأخرى. وقالت الكهنة، ولد في هذه الليلة سيد ولد آدم بطنا وظهرا. واهتز البيت الحرام، وأشرق زمزم والمقام، ورفع ذي الجلال عن عروس الجمال خدرا.
اخذت الحور الحسان وانتشق الولدان عطراء، وحين حملت به امه امنه سمعت في ناديها من يناديه الك البشرى. سيد الثقلين ودد الحسنين وابا الزهراء، فسبحان من جعل هذا النبي الكريم سلطان الانبياء ورفع له ذكرى، وجعل مولده لمن فرح به حجابا من النار وسترا، وغفر لمن صلى عليه وجزاه في الصلاة الواحدة عشرا. قال الله تبارك وتعالى في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.